المعروف دايما عن حياة الفنانين انها دايما سعيدة ومثالية، فلوس وشهرة وافلام ومسلسلات ناجحة، لكن في الحقيقة في جانب مختلف ومظلم من حياة الفنانين محدش يعرف عنه. عشان ما اطولش عليكم في المقدمة، في الفيديو ده هنعرض ليكم فنانين مشهورين جدا اتسجنوا. دينا الشربيني سنة 2013 كانت في مشكلة كبيرة. محكمة جنوب القاهرة عاقبتها بسنة سجن مع الشغل والنفاذ وغرامة 10,000 جنيه بتهمة تعاطي الكوكايين. رامي صبر اتسجن بتهمة تزوير في اوراق رسمية والتهرب من الجيش، واتسجن وقتها 6 شهور. ونفس الكلام تامر حسني، اتهرب من الجيش وزور في اوراق رسميه وخد حكم بسنه وطلع بعد 6 شهور لان كانت قضيته قضيه راي عام. احمد عزمي اتقبض عليه في كمين في شرم الشيخ وهو بحيازته حبوب مخدره واتسجن 6 شهور. ميرهان حسين كانت سايقه عربيتها على طريق المنصوريه وهي سكرانه وبحيازتها مشروبات كحوليه، ومش بس كده، دي اتعدت على الضباط بالشتيمه والضرب. وقتها خدت حكم بسنتين ونص بس بعد الاستئناف بقوا 2 اسبوع بس. شادي خلف اتهموا